إذن مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي على المباشر نايضة بقلعة سراغنا، حضور عائلات ضحايا الهجرة السرية اليوم في اليوم العالمي للشغل. مشاهدي قناة شوف تيفي غتبقاو معنا مشاهدينا، شوفوا المطالب ديال هاد الأسر اللي فقدوا الأبناء ديالهم. ربما للمرة الأخيرة شفنا 46 ديال الضحايا في أحد القوارب الموت، للآن العائلات ديالهم حاضرين اليوم في اليوم العالمي للشغل وكيطالبوا بفتح تحقيق كذلك وكشف المتورطين في تهريب البشر. مشاهدي قناة شوف تيفي وكيطالبوا كذلك بالوليدات ديالهم اللي مازالوا ما عرفوش المصير ديالهم فين كاين. فنخليكم مشاهدي قناة شوف تيفي مع عائلة هاد الضحايا كذلك، ونخليكم تفضلي معنا لالا معايا. تفضلي معنا اليوم شنو هي المطالب ديالكم؟ كنشوفوكم اليوم في العيد اليوم العالمي للشغل، تفضلي معنا. المطالب ديالنا بسيطة، ما كنطالبوش شي مطالب اللي صعيبة علي صعيبة على هاد الأمهات. كنطالبوا غير القضاء ديال مدينة آسفي ينصف هاد الأمهات المكلومات. كنطالبوا من القضاء مدينة آسفي يدير لنا اللاديئين باش نعرفوا فعلا واش ولادنا ميتين ولا لا. كنطالب من القضاء ديال مدينة آسفي ينصفنا. كنطالب من القضاء ديال مدينة آسفي يأكد لنا بأن فعلا وليداتنا ماتوا في البحر، لان هذوك الناس اللي بقاو حيين شي تتقول لك ما كاينش، وحده كتقول لك ولدي كاين، وحده كتقول لك ما كاينش. هاد الامهات كلهم عايشين في واحد الدوامه، عايشين في واحد الصراع، بنهار تيقولوا فعلا ولادهم ماتوا، وملي تيحطوا راسهم على المخده كيقولوا لا راه قالوا لنا ولادكم ما معاناش. شحال ديال الوليدات دابا اللي ما هما كانوا 46 ومعاهم بنت، خرجوا خمسه حيين وواحد ميت. ومن بعد شي في 25 شهر 12 تلقاو الصيادة لقاو واحد السيد من جبيل. إذا الآن وليداتكم باقي ما عرفتوش المصير ديالهم؟ حتى الساعة ما عرفناش المصير ديالهم، كنعيشوا في العذاب. هاد الأمهات كلهم لا الأمهات لا الآباء كيعيشوا في العذاب. كنتمنى من القضاء ديال مدينة آسفي يشوف هاد الملف ويسندنا، على الأقل غير يعطينا غير واحد الكلمة باش نعرفوا غير ولادنا أشنو وقع ليهم من 7 دجنبر حتى 21 دجنبر. كنتمنى من اللاديئين دار لهاد الامهات كاملين باش نعرفوا هادوك الجثث اللي كيدفنوا داكشي واش فين علان فيهم وليداتنا ولا لا، باش على الاقل عير قلوبنا يرتاحوا نعرفوا فعلا ولادنا ماتوا. شي تيقول لك اه كان معانا، وشي تيقول لك ما كانش معانا، وكدوز واحد الاسبوع ولا شنو تيقول لك اه هاد الصوره راه كانت معانا. يعني حنا كنعيشوا في العذاب. كنتمنى رساله موجهه للقضاء ديال مدينه اسفي، الله يجازيكم بخير، حسوا بينا كامهات، حسوا بينا كاباء باننا ما دفنينش ولادنا، باغي نعرفوا فقط غير الحقيقه، راه ما مطالبين حتى شي حاجه، طالبين فقط غير الحقيقه نعرفوا اشنو وقع لولادنا من 7 دجنبر حتى 21 دجنبر. فقط ما طالبين حتى شي حاجه، ماشي طالبين شي حاجه اللي داير، والقانون راه فوق كل شيء. وحنا كنثقوا في القضاء ديال مدينه اسفي، كنتمنى هاد النداء ديالي وهاد الامهات، كنتمنى من القضاء ديال مدينة اسفي يبحث في هاد الملف لاننا فعلا طفح الكيان. إذن رسالة واضحة مشاهدي قناة شوف تيفي معنا اليوم، تفضل معنا الاسم والصفة. محمد بن حدة، الكاتب العام الاتحاد المغربي للشغل. الاتحاد المغربي للشغل، كنشوفوا اليوم عائلات ديال الضحايا ديال الهجرة السرية بإقليم قلعة سراغنا. كيمشي معنا الأم كتقول 46 ديال الوليدات اللي مشاو. كشفنا معكم اليوم واحد العدد ديال الفلاحين ديال المنطقة، اش يمكن تقول لنا على هاد الناس؟ تحية لكم، وليت نقول لك هادو عائلات وماشي ضحايا الهجرة السرية أو ضحايا غير نظامية، بل هم ضحايا سياسة، بل هم ضحايا سياسة عمومية هشة. هاد الناس يعني يعيشون وضع اجتماعي قاسي، يتم أول من يتم التفريط فيهم، وأول من يتم يعني لا أول من يكونون في وضعية الهشاشة. بالتالي هؤلاء فلاحة، ماشي شي ناس اللي غراب علينا، فلاحه مؤطرين في القطاع الفلاحي وفي نقابتنا ديال القطاع الفلاحي، ووليداتهم هما ماشي حاكمين على ولادهم ولا كذا، ولكن وقعت ازمه ديال هذه الهجره غير نظاميه، ما كيعرفوش. حنا كنطالبوا كاتحاد المغربي للشغل بعد بوقف هذا المسلسل، هذا مسلسل لا يشرف البلاد، مسلسل الهجره السريه ولا الهجره غير نظاميه، مسلسل لا يشرف البلاد، وان الدوله خاصها تفكر في حلول باش تفك هاد الناس من الحمايه، من تحميهم من الفقر وتحميهم من الهشاشه، انها تدير حلول محليه.
بدل انها تبدا تشرعا لمجموعه ديال القوانين اللي جات باش تكرس دائما ان الفلاح خاصو يخلص من جيبه وعلى راس الحمايه الاجتماعيه. هاد الناس لا يطالبون الا بالحقيقه. الناس ما بقاوش كينعسوا دائما في اتصال معهم. الناس كاين الام اللي كتنوض تبكي 4 مرات في الليله، تنعس وتنوض تبكي وتنعس وتنوض تبكي. علاش؟ كتقول مره كره ولدي باقي عايش في شي بلاد، كتقول مره كره ولدي في البحر، مره ولدي كره ما تدفنش. لان كاين حالات اللي ما تمش الكشف على بلاد دائن ورجعوا لعند عائلاتهم، وكانت ديك المسافه وديك المده كانت كلها مسافه ديال تعب بالنسبه للامهات وبالنسبه للاباء. بالتالي نناشد القضاء انه يمشي معنا في هذا الاتجاه ليفكي الالم على هذه الاسر. حنا نطلب طلب نناشد السيد وزير الداخليه انه يتدخل من اجل فك هذا المشكل. هذا الناس ما كينعسوش، وصبح العزاء للاسف في القلعه صبح العزاء كيتحول كل عام من دوار لدوار. اليوم لو ناس دا غدا الجبيل غدا واميات غدا، هذا هو المؤسف له. ما حركوش السلطات الساكن من اجل انه السلطات على تحرك واحد شويه، على انها تقلب على حلول، عندنا برامج ديال التنميه، عندنا بزاف ديال الحوايج. بالتالي ما نخليوش اولاد الشباب ولا الشباب ديالنا يضيعوا. وتحيه لكم. لا استاذ، شفت التصريح ديالك ديال بالنسبه للتامين الفلاحي بالمنطقه ديال قلعه السراقنه، ان هناك 16 مليار بالنسبة للتأمين الفلاحي اللي مشات، ممكن توضح لنا شنو وقع بالنسبة للتأمين الفلاحي لهاد الناس اللي كيديروا الأحجار كيأمنوا واحد الأراضي ديالهم؟ تفضل معنا. هذه بالنسبة للأحجار هي عملية اللي تمت بتواطؤ جهات، كنقولوا تواطؤ جهات معينة، أنه وزارة الفلاحة في إطار المخطط الأخضر دارت واحد الميزانية ربما ما يناهي 16 مليار ديال اسمه. هذه الميزانيه كلها صرفت على هذا المشروع هذا اللي هو تنقيه الاحجار. ولكن ملي جينا نلقاو وقلبوا، الناس داروا بحث، وجمعيه حمايه المال دارت البحث، والجمعيات الحقوقيه دارت البحث، والنقابه دارت البحث، لقينا ان هذه الفلوس مشات لدي فون بيردي، مشات لجهات معلومه ومشات لجهات اخرى. بالتالي فاحنا تنقولوا بان هذا يجب محاسبه المسؤولين على هذا الوضع. هذا يجب مكتب الحوز دار واحد الاجراء، عزل شي اشخاص ودار القهقره شي اشخاص، ولكن الفعل المنسوب لا يتلائم مع هذه العقوبه، لا تتلائم مع الفعل المنسوب. بالتالي المواطنون والفلاحه بقلعة السراقنة كيعيشوا الازمه وكيعيشوا الضيق على انفسهم، يطالبون بان هذه الفلوس خاصها ترجع للاستثمار ديال قلعه السراقنة. وشكرا. تحيه لكم فمشاهدي قناه شوف تيفي، كما كتابعوا معنا على المباشر، عائلات ضحايا الهجره السريه حاضرين اليوم بمناسبه ديال عيد الشغل، اليوم العالمي للشغل. مشاهدي قناه شوف تيفي، واحد العدد ديال الاباء وامهات هاد الوليدات اللي كما شفتوا معنا تيقولوا 46 ديال الوليدات اللي تفقدوا في سواحل اسفي، يعني باقي الان الاسر ديالهم كينتظروا الاخبار على وليداتهم، وكيطالبوا كذلك مشاهدي قناه شوف تيفي بفتح تحقيق وكشف المتورطين في تهريب البشر. تفضلوا معنا الشريف، تفضلوا معنا، اجي تفضلوا معنا سيدي، تفضلوا معنا. واحد الدري في تونس، اييه في تونس، لا هضره تكلم والو، ما تهضر ما والو، نطلبوا منو يجي يساعدني تولي المغرب. الله يرحمه والدي. هذا ولدك؟ ولدي. الله يرحمهم والدي. ولدك حاصل في تونس؟ حاصل في تونس في الحبس، وتهضر معنا ما حتى حاجه. نطلبوا منهم ان شاء الله، نطلبوا منهم ان شاء الله يجوا يسوطوا لنا المغرب. الله يرحمهم ويدي، الله يرحمهم ويدي. نطلبوا الله يفرجها، ونطلبوا الله يفرج عليه. مشاهدي قناه شوف تيفي بالدموع، كما شفتوا معنا اب لابن ديالو. الله يرحمهم ويدي، الله يرحم والدينا الابن ديالو بتونس. مشاهدي قناه شوف تيفي، فكما كتابعوا معنا على المباشر كما قلت، فعائلات ضحايا الهجره السريه حتى هما اليوم متواجدين في عيد في اليوم. وتحيه لايطاليا، الجماهير الشعبيه، الجماهير الشعبيه إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي، وكما كتابعوا معنا على المباشر، فعائلات ضحايا الهجرة
السرية حتى هما حاضرين اليوم في اليوم العالمي للشغل مشاهدي قناة شوف تابع. إذن نعود لكم بعد قليل مشاهدينا في مباشر جديد، إلى اللقاء.